اشتغلت الأصعب سحب الصراف لا الراجح أسحب من البلاد جوز لا لا تسحب من البلاد لا تسحب من البلاد لا صرت مثلا لك صراف من الراجح لا تسحب في البلد الأخرى لأن البلد الأخرى تأخذ الراجحي مالية إذا كان البلد الآخر البنك الآخر ربوي فأنت تقوي اقتصاد البنوك الربوية أما إذا لم يكن البنك ربويا طرف الآخر لم يكن ربويا فهذا لأجل السحب استخدام المكينة فالعلة ليست علة أنه في ربا ما في ربا أصلا لأنه مو عليك المال اللهم اللي يجي استخدام المكينة يأخذ عنك غرامة لأن المكينة تحتاج طباعة تحتاج حماية تحتاج صناعة فيها أوراق فيها أشياء كثيرة جدا فأنت حين تسحب مثلا من بنك ربوي البنك الربوي يأخذ على كل سحب مبلغا وقدره كذا وكذا أنت تقوي اقتصاد البنوك الربوية تقوي اقتصاد البنوك الربوية كذلك نحذر من الأخوة من القضية إيداع الأموال عند البنوك الربوية حتى إيداع المال عند البنوك الربوية ما يودع عند البنوك الربوية أبدا أي بنك ربوي لا تودع عنده أصلا لا تودع عنده أصلا إنما تودع في البنوك على الأقل تقدير أخف ربا أو لا يوجد عنده في الظاهر ربا ممكن قد يتعاملون بمعاملات مشبوهة ونحو ذلك معاملات بيضة إيه نعم أدري لكن المعاملة اللي أحفظك مثلا حساب عند الراجحي سحبت مثلا من البنك الأمريكي البنك الأمريكي يرجع الراجحي يقول سحب مني فلان بفلان مرة أو مرتين يأخذ على كل سحب ثلاثة واضح أنت بالطريقة هذه تقوي اقتصاد البنوك الربوية أنت تعيني أنت معين الله ما قال وتعامل على البر والتقوى أنت ما قويت اقتصادهم أنت ما دعمتهم أليس بسببك يأخذون الأموال هذا الكلام لكن الحكم على الإقرار هو على التحريم على التحريم أن تعين على أزمة عدوان ليس ربا أنا ما أقول ربا أنا أقول تعين ما يأخذون منك المال يأخذونهم على حساب السحب لا أنت تقوي اقتصاد الربا لو أن الناس تواطأوا وما سحبوا من المكينة الربوية ما صار لهم دعم قوي ولا تظهر أنك أنت فلان تسحب يمكن أن تحتاج بس سنة مرة مرتين بعض الناس يأخذون 10 مرات ويحصل خلط 10,000 شخص مثلا لو 10,000 شخص سحبوا في اليوم مرة واحدة ربحوا منهم 30,000 ريال فكيف لو سحبوا باليوم 5 مرات 10 مرات تبلغ 20,000 يقوى اقتصاد الربا بالطريقة هذه فأنت تقوي اقتصاد وتعين والله جل وتعاون على البر والتقوى وتعاون على إثم العدوان تكون حاجة يعني يحاول على قد الطاقة أنه ما يلجأ هذا الشيء يحاول لكن لو قدر عن حاجة ماسة ما وجد صرافة وبحاجة إلى المال ولا وجد أحد يقرضه يعني غلقت الأبواب دونه هذا قضية عينية